لسنا هنا في الصين، بل في مدينة نيويورك، هنا في الحي الصيني جنوب مانهاتن، الذي يعد واحداً من أكبر أحياء الصينيين في المدينة، التي تضم 12 حياً صينياً تتوزع في أنحاء مختلفة من المدينة، التي تضم أكبر جالية صينية تعيش خارج القارة الآسيوية. أنا متحيزة للحي الصيني في منهاتن الذي أعيش فيه، لذا أقول إنه الأفضل، فهو الأكثر شهرة وله تاريخ عريق، وأيضا له هوية وفيه غنى ثقافي. بالطبع هناك أحياء صينية أخرى في كوينز وبروكلين، لكن هذا الحي هو الأفضل. رغم جائحة كورونا والقيود المفروضة بسببها، وكذلك المخاطر الأمنية المرتفعة بسبب تزايد جرائم الكراهية ضد الآسيويين، لا يزال الحي الصيني يحتفظ بكثير من حيويته، ولا يزال مقصداً لآلاف المتسوقين ومركزاً نشطاً للتجارة والأعمال. زحام في الأسواق كما نرى، حيث ينافس باعة الشوارع المتاجر الصغيرة المنتشرة في كل مكان، والتي تنافس بدورها المحلات الكبيرة ومراكز التسوق. ويجد المتسوق هنا كل شيء، بل ويجد ما لا يتوفر سوى في حي صيني. والمطاعم هنا بالمئات، بعضها يعد من معالم المدينة الثقافية والسياحية، ولذلك يقبل عليها السياح والزوار والسكان بسبب أسعارها المناسبة وجودة ما تقدمه. أعتقد أن الناس يهتمون بزيارة هذا الحي لأنه حي صيني على وجه التحديد، وهذا هو سبب اهتمام السكان المحليين أيضاً، خاصة بمناسبة العام الجديد. فالحي الصيني يحتفي بالعام الجديد ببيع الهدايا المتنوعة، كما يشهد العديد من الأنشطة مثل العروض الراقصة. الحي مسجل ضمن الأماكن التاريخية في مدينة نيويورك، فبعض المباني يزيد عمرها على 100 عام. زيارة الحي هي زيارة إلى عالم آخر وثقافة مختلفة، فالحي قطعة من الشرق في قلب مدينة غربية. الصينية هي اللغة السائدة هنا، فقليلون يتحدثون الإنجليزية، ومعالم ورموز الثقافة الصينية في كل مكان بالحي، الذي يضم معبداً بوذياً هو من أكبر المعابد في الولايات المتحدة، ومتحفاً لتاريخ الجالية الصينية، ونصباً تذكارية للجنود الأمريكيين من أصل صيني الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى تماثيل لشخصيات ورموز تاريخية شهيرة. مراد هاشم، الجزيرة، من الحي الصيني في نيويورك.